نطة. انا مبسوطه قوي وانا شايفاكم مبسوطين وبتلعبوا مع بعض، بس اهم حاجه سايبين مسافه امنه بينكم وبين بعض. لازم نسيب مسافه امنه بيننا وبين الناس اللي ما نعرفهمش قد ما نقدر، ومسافه ما بينكم وبين بعض متر ونص، يعني تقريبا قد العجله دي. يعني هيك هيك يعني قصدك؟ مظبوط مظبوط. وكمان لما نتقابل مش لازم نسلم على بعض من قريب ونحضن بعض، ممكن نسلم على بعض من بعيد زي كده. انا بعمل هيك كمان، لما اشوف تيتا نور بكون لابسه الكمامه وبسلم عليها من بعيد، ما بقرب ابدا. هايل يا بسمه، انا مبسوطه قوي ان انتوا بتفكروا ازاي تحافظوا على امان كبار السن في مجتمعنا. وكمان عشان نحافظ على سلامتنا اوعوا تشاركوا الكمامه او الاكل مع اي حد. كل الحاجات دي هتخلينا نحافظ على سلامتنا. انا عارفه ان الالتزام احيانا بيكون صعب، بس ضروري جدا ان كلنا نلتزم لحد ما نعدي الفتره الصعبه دي. يلا انتوا اتبسطوا والعبوا وانا هشوفكم بعدين. قرارات عيلتك بخصوص الطلعات ومقابله ناس تانيه ليها تأثير كبير جدا في انتشار الأمراض في الوقت ده، خصوصا ان ده قرار ليه مخاطر. اتأكد ان اطفالك عارفين الخطوات اللي يحموا بيها غيرهم ويحموا بيها نفسهم. ممكن يكون الموضوع محتاج شوية تأقلم، بس حمايتنا وحماية الناس التانية حاجة مهمة جدا. الموضوع محتاج اننا نصبر ونتعاون مع بعض. الاهتمام ببعضنا البعض، احنا كلنا مع بعض.